من المدربين ومن لاعبي النادي الاهلي، لكن اخترنا احلى هدف. احلى هدف هو كان الهدف الاول في مباراه الاهلي والاتحاد اللي قدام حضراتكم ده. ده كرة هنا مع شادي رضوان جت لحماده الفيل، حماده الفيل اللي كنا عاملين تقرير معاه من شويه المصاب فيها، يعني ذكاء عالي جدا من حماده الفيل. والكره جايه محضر نفسه انه يلعب برجله الشمال بالرغم ان هو ما بيلعبش برجله الشمال، هو لاعب ايمن، لكن محضر نفسه انه بيلعبها من لمسه واحده في الزاويه البعيده على يميل الجول. لا هدف يعني بينم عن مهاره من حماده الفيل، هدف حلو جدا وصعب على اي حارس مرمى. ان فيها عنصر المفاجاه، حماده الفيل ان شاء الله نتمنى له زي ما قلت لحضراتكم هو لعيب كويس جدا، ونتمنى ان شاء الله الشفاء ويرجع الملعب بسرعه.